Ma tu registri i soldi? يا رب يا رب الله يا قبسك يلا يلا يا رب يا رب كل الجزائر مع مصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم تحية مباشرة بضربات الجزاء في نهائي كأس أمم إفريقيا بالعاصمة ياوندي بالكاميرون. الركلة الثالثة للمنتخب المصري. إن شاء الله يكون الهدف بإذن الله تعالى. اللاعب رقم 28 من المنتخب المصري. ما يبيش اسمه ولكن نتفائل خيرا. يا رب يا رب يا رب يا رب. هي 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 وياي. تحيا مصر. يا باسكي الله يرزقك. يا باسكي أسطورة. يلا يا قبسكي يلا يا رب يا رب يا رب يا رب. قلبي راح يتوقف. يلا يا ابو قبل يا رب. يلا يا قبسكي يلا شكلها برا يا رب. معليش معليش ادعمونا بإعجاب يا جماعة. مش خسارة فينا جماعة جمالي جماعة إعجاب. يا رب يا رب دعموه دعموه ليش جمال يا زو. يا رب يسر يا رب. ما يثيرهاش مليح. بعض المشجعين في المقهى يشجعون السنغال. اللعنة عليهم. بإذن الله راح ترجع مصر يا رب. إن الله قبسكي سيحكمها. قول والله يا رب يسر يا رب 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 يسر يا رب يسر يا رب يا رب يسر يا رب يا رب يسر يا رب. للأسف نهاية المباراة. للأسف. معليش للأسف.